يعني لماذا نعادي اليهود؟ السبب الأعظم لمعاداتنا لليهود، السبب الأعظم لمعاداتنا لليهود هو لله، أولا وآخرا لله. أولا في كلامهم عن الله سبحانه وتعالى فيما قاله الله في القرآن إلى قيام الساعة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء، وافترائهم على الله سبحانه وتعالى. إن أركان الإيمان عندنا التي لا يدخل أحد إلى الجنة إلا بها، أركان الإيمان الستة، نختلف فيها مع اليهود اختلافا جوهريا بإيماننا بالله وكلامهم عن الله سبحانه وتعالى. ففي اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب ونقص، أما في اعتقاد اليهود فإن الله سبحانه وتعالى قد يطيش وقد يندم على خلقه للإنسان، بل عندهم هذا موجود في أسفار التوراة، عندهم أن يعقوب قد تصارع مع الله فغلبه، يعني فغلب يعقوب ربه حتى يبارك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكلامهم عن الله ووصفهم لله سبحانه وتعالى وصف يربأ أهل المروءة أن يتحدثوا به. ثم كلامهم عن الأنبياء، كل الأنبياء عندهم حتى موسى عليه السلام، كل الأنبياء عندهم أصحاب كبائر، من نوح عليه، من آدم عليه السلام، ومن بعده إيش؟ نوح. فعندهم أن نوح عليه السلام بعد أن نجاه الله في الطوفان زرع العنب وشرب الخمر وسكر، وهذا كلامه في التوراة، في توراتهم المحرفة.